الفرحة دكالة ملحمة فنية متميزة امتزج فيها التراث الموسيقي لمنطقة دكالة بأشكال وحركات مبتكرة من إبداع الفنان لحسن زينون. عرض كوريغرافي لفن العيطة والمرساوي وفنون شعبية أخرى قدمته مجموعات وفرق تراثية بشكل جديد. على حد عمل صغير لحقاش التراث كبيرة بزاف، فأنا شخصيا مهتم بهذه الفكرة ديال أي تراث عندنا في البلاد طلع وتزاد في المستوى ديالها. ملحمة فنية فريدة إذن تنهل من تراث غني تختزنه جهة دكالة عبدة، وهي دعوة كذلك لإحياء وإعادة الاعتبار للتراث الموسيقي للمنطقة، تراث ارتبط بعادات وتقاليد أصيلة ميزتها عبر قرون.